السلام عليكم، مرحبا بكم عند جولد وداود اللي كيتوجد في المغرب في مدينه الدرويضه في شارع النورماندي في المعارف حدا مارشي السلك القديم، والمركز الثانيه اللي كتوجد في درب السلطان في قصريه المنجره. وان شاء الله راه كاين محلات اخرى ان شاء الله اللي غادي نديروا في المغرب، ان شاء الله غادي تعيشوا معنا جميع اي حاجه غادي نديروها ان شاء الله غادي تعيشوا معنا. مرحبا بكم. جولد وداود اختصاص ديالنا بيع وشراء الذهب عيار 18، وكنديروا الذهب القديم والمستعمل. القديم اشنو هو القديم؟ هو اللي كيكون اللي كتكون عنده واحد 40 عام و50 عام و60 عام، والذهب المستعمل اللي كيكون مستعمل كناخذه من عند الناس وكنعاود نبيعوه بثمن ناقص. وفي نفس الوقت كنديروا الذهب الجديد اللي كيكون باقي اللي كيكون جديد، اي موديل تخرج جديد حتى هو كنديروه، وكنديروا الديامو فيه القديم مستعمل حتى هو وجديد. وطبعا الحال تنديروا نظام القدام وتنديروا الماغ نتا هما المستعملين. وان شاء الله الفيديوهات الجايين ان شاء الله اللي غادي يكونوا ان شاء الله غادي نشرح لكم اكثر، وغادي نهضر لكم على كل حاجه، اشنا هي منظمه، اشنا هي الطانقي، اشنا هو ابو الحيه، اشنا هو خيط الريح، اشنا هي كل حاجه باش نشرح لكم اكثر، باش تفهموا اشنا هو الذهب القديم واشنا هو الجديد والذهب فين كيتصنع. اشنو غنحاول نعطيكم نهضر لكم على الذهب، تعرفوا الخبايا ديال الذهب وتعرفوا اش كتم الكواليس ديال الذهب، وغنعرفكم على بزاف ديال الحوايج ان شاء الله. تسناونا في الفيديوهات الجايين ان شاء الله. شكرا لكم.